نفسي احضن ابويا وارجع له وارجع لحضنه انا وابويا واخوتي وامي وعمامي. احنا كتير شفنا حاجات مرعبة. انا زهوة فرج السمونة. طبعا احنا نازحين من غزة. احنا كنا بمنطقة الزيتون. اكلنا اتجهوا الى الجنوب في المكان الامن. اتجهنا الى الجنوب واحنا جايين عبرونا من حاجة اسمها الممر الامن. وهذا بالنسبة الي يعني الممر المخيف جدا، لانه يعني في عينيا شفت حاجات مرعبة. ابويا مش عندي، يعني انا اشتقت لحضنه عن جد، حضنه دافي. اخذوه اليهود واحنا جايين عن الممر اللي بسموه الممر الامن. انا هلق داخدك انت خيمتنا تشوف خيمتنا. احنا طبعا هيك البيئة عنا، يعني البيئة عنا مش نظيفة، يعني هي المية عنا يعني دايما مثلا في مية في وسخ بنط عنه عشان نمرق. احنا هاي الخيمة احنا وضعنا. طبعا احنا الاولاد الصغار بيسلوا حالهم في المكعبات في الالعاب، يعني عشان هم ما يقولوش بدنا ناكل. هدول انا كتبتهم، هذه انا كتبتها، وهذه عمي كتبت بابا حبيبي وسهم لزهوة انه انا اشتقت له كتير وبحبه عن جد. يعني انا بدي ابويا عن جد، انا بقدرش استحمل من غير ابويا. خايفة عليه كتير، يعني الظاهر الي هلقيت انا بالنسبة الي مكسور، لانه هو اللي كان يسندني ظهري، ابويا هم وامي السند الي. هانا كانوا الدبابات بيمشوا عنا، وهذه كانت وهذا السجن، وهذا ابويا يعني انه كان محبوس. هانا ربنا يرجعك إلنا بالسلامة يا بابا. وهنا الخوخ كانوا هنقنصين علينا، وهنا كانوا الناس بيمشوا وإحنا جايين، وهنا كانوا يعني في 200 جسس هيك، وهنا كانت الطيارة فوق روسنا. كمان لو يجي أبويا أنط عليه من كتر الفرحة وأحضنه وأنا فرحانة كتير. يعني أنا كتير اشتقت لبابا، كتير كتير.